الفرحون والبسمة ترتسم على محياهم، أطفال عبروا عن سعادتهم الغامرة بعد افتتاح قاعة موسيقية جديدة بقسم أمراض الدم والأورام عند الأطفال بمستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. وزارة الشباب والثقافة والتواصل من جانبها كنخرط في هذه الرؤية الملكية، ومع المؤسسة الفنية الشهنية كنحاولوا عبر الثقافة عبر الموسيقى عبر الرسم أن نرجعوا لديك الضحكة للوليدات كيف ما شفناهم قبيلة. الهدف الثاني وهو هدف تعليمي بيداغوجي، خدينا أساتذة لكي يأطروا هاد الأطفال هادو واللي منحنا لهم فرصة باش يكون عندهم إن شاء الله شهادات في المستقبل. وتميز هذا الحدث بعزف مقطوعات موسيقية تسلط الضوء على إنجازات الشباب المبدعين المشاركين في برنامج الموسيقى تستقر في المستشفى منذ يناير 2022. دابا جاي شي 4 سنين، وقبل ما نعرف الموسيقى كنت غير كندير دياليز وكنمشي للدار، يعني سبيطار الدار سبيطار الدار. انا يا عجبتني اول حصه وثاني حصه صافي، تما عجبني استاذ وعجبتني استاذه، عجبني الطريقه اللي كيدوي معايا والالات الموسيقيه وبقيت معاهم حتى لهنا. وتم في إطار مشروع موسيقى تستقر في المستشفى الذي أطلقته مؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش في دجنبر من سنة 2021 بشراكة مع المركز الاستشفائي وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تنظيم ورشات موسيقية وثقافية استفاد منها نحو 100 طفل من المرضى.